تكنولوجيا المستقبل وآثارها المحتملة. مولد الضباب. المستقبل مجهول، ليس لك وحدك بل للمجتمع كله. عندما ننظر إلى منح التطور الذي اتخذته التكنولوجيا، يمكننا أن نتصور ما سيكون عليه الغد أو الأسبوع المقبل بقدر كبير من الدقة. ومثلما قال الكاتب ويليام جيبسون، المستقبل موجود بالفعل، كل ما هنالك أنه ليس موزعاً بالتساوي. فاستناداً إلى نماذج صغيرة من الابتكارات الحالية، ربما نتمكن من تخمين بعض ملامح التكنولوجيا في الأعوام 5 أو 10 أو حتى 20 المقبلة بدقة. ولكن فيما يتجاوز هذه المدة، وكلما ابتعدنا عن الوقت الراهن، بدأت الاحتمالات في التضاعف. فالتوقع البسيط يمكن أن يتفرع ليصير شجرة من الاحتمالات. وهكذا فإن أفضل طريقة لمشاهدة الأثر الفعلي للتنبؤ هي أن نغش من الماضي. فدعونا نعود بالزمن إلى القرن الماضي. كثير من الأشخاص الأذكياء كان لهم تنبؤات مدروسة لما سيصير عليه عالمنا بعد عام 2000. سيارات طائرة وحقائب نفاثة للجميع، وروبوتات شبيهة بالبشر ذاتية التحكم، ومدن على القمر، ووقت فراغ غير محدود. وكانوا مخطئين تماما. في الوقت نفسه كان لأشخاص آخرين أذكياء أيضا تنبؤات تكنولوجية أكثر جنونا، لكنها لا تبدو جنونية الآن، مثل محطات فضائية صغيرة تدور حول الأرض مدفوعة بصواريخ، ستكون أساساً لشبكة اتصالات عالمية، وأجهزة الكمبيوتر لن تكون أساسية في حياة الأفراد فحسب، لكنها ستكون ذات حجم يسمح للجميع بحملها بين أيديهم. وهؤلاء الأشخاص سيستخدمون شبكة الاتصالات لتبادل المعلومات. وهكذا، بالنظر إلى هذا الأمر، يمكننا أن نرى أن التنبؤ بالمستقبل ليس بالأمر الهين. ويقول جيم داتور المختص بدراسات المستقبل، أي فكرة مفيدة بشأن المستقبل لا بد أن تبدو مضحكة، وهذا لا يعني أن المستقبل عبارة عن فاصل من الضحك. ما يقصده هو أن الفكرة لن تبدو مستقبلية حقا ما لم تكن مليئة بالتحديات وغير واقعية. دعونا نختبر هذا الرأي ونتخيل مستقبلا غير منطقي وإن كان من الممكن تحقيقه في الواقع. هذا المستقبل طرحه عالم الكمبيوتر جون ستورز هول. إنه مقعد يتحول إلى سيارة ويمكن استخدامه كخطاف جديد شركة دريكستيك. إنه مولد الضباب، يعمل بمجموعة من أجهزة الروبوت الدقيقة التي تعمل بالتحكم عن بعد. إنه يمكنك من صنع الأشياء ورفعها في الهواء عن بعد والتحكم بها ونقلها آنيا وتغيير شكلها. إنه كالسحر، غير أنه قائم على تكنولوجيا النانو بنسبة 100%. ومولد الضباب ليس له أي قدرات تمكنه من التكاثر ذاتياً أو إيذاء البشر أو سيادة العالم. ونحن كقاعدة لا نحسن التفكير في آثار التكنولوجيا الجديدة، فنحن نتخيل أن أحد الابتكارات التكنولوجية سيحل المشكلة ألف، لكننا نتناسى أنه قد يزيد الوضع باء سوءاً ويخلق الفرصة الجديدة جيم وتسبب في المشكلة الجديدة دال. ومن ثم فعوضاً عن الاكتفاء بالتفكير في مستقبل يمثل مولد الضباب فيه كتلة كبيرة يصعب القبول بها، دعونا ننظر إليه على مختلف المستويات. وبذلك نأمل أن نكتشف فرصاً جديدة وآثاراً جديدة كانت ستفوتنا. إذا كان ثمة تكنولوجيا متطورة إلى هذا الحد، فثمة احتمال كبير أن يعني ذلك عدم وجود قيود على الموارد أو الإمدادات، مما سيترتب عليه انتهاء صناعات من قبيل الزراعة والتعدين وعمليات المعالجة والتصنيع التقليدي. وهذا من شأنه أن يخلف تأثيراً هائلاً على العمالة والتعليم والخدمات وتجارة التجزئة. كما أن أجهزة الكمبيوتر القائمة على تكنولوجيا النانو من شأنها أيضاً أن تزيد الخيارات المتاحة لمجالي الاتصالات والمراقبة، مما سيؤثر على شكل العلاقات بين الناس وعلى ظروف الأمن والأمان. ويمكن لمولد الضباب أيضاً أن يقدم تكنولوجيا أنظف ويحد من المخلفات، ويمكنه أن يعيد تأهيل مساحات هائلة من البيئة كانت مسخرة لأغراض الصناعة فيما مضى. ولكن هل سنقدر حينئذ عجائب الطبيعة إن كان مولد الضباب يضاهيها إن لم يكن أفضل منها؟
وإلى ما سيصير حال الفنانين أو أصحاب الحرف إذا كان باستطاعتنا جميعاً صنع تلك الأشياء. ولكن كونك تستطيع أن تصنع المعجزات كأن توجد الحصان السحري وحيد القرن قد لا يعني أن الجميع يستطيعون ذلك أيضاً. فماذا إذا كان مولد الضباب مكلفاً إلى حد ما ويقسم العالم إلى سحرة أثرياء يستخدمون تكنولوجيا النانو وأغلبية فقراء يستخدمون التكنولوجيا العادية؟ وهل يستتبع ذلك أن يكون الناس جميعاً سواء أكانوا أثرياء أم فقراء آنذاك تحت رحمة ملاك مولد الضباب ومبرمجيه؟ لكن دعونا لا ننسى الأفراد. هل سيغير مولد الضباب هويتهم وتصرفاتهم؟ ماذا إن كان باستطاعة ذلك المولد تغيير ملابسهم وتحسين صحتهم وتغيير شكل أجسادهم ووجوههم؟ وماذا إن كانت أجهزة الكمبيوتر القائمة على تكنولوجيا النانو ستتيح التحكم بجميع إمكانات مولد الضباب بمجرد التفكير؟ هل سيغير ذلك من طريقة تفكير الأفراد ومعتقداتهم؟ هل سيشعر كل منهم بأنه سيد الكون؟ وهل سيؤثر ذلك على نظرته لذاته؟ هل سيعرف أصلاً من يكون ويميز الحقيقي من الزائف؟ في الواقع إن مولد الضباب ليس أكثر من فكرة شخص واحد عما قد يكون ممكناً في المستقبل. لكن المستقبل ليس قائماً أمامنا وإنما نصنعه بينما تمضي الحياة بنا، أنا وأنت وهم. هل تريد ذلك المستقبل؟ إذا فكرت ملياً في الاحتمالات التي تطرحها كل تكنولوجيا جديدة ستصير أكثر قدرة على استيعاب تبعات استخدامها.